أهلا، يسرنا أن نستضيف في الاستوديو معالي مارتن تشونغونغ، أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي. أهلا بك معنا في الاستوديو، وأهلا بك في القمة العالمية للحكومات. إذا يعني بصفتكم أمينا عاما للاتحاد البرلماني الدولي، كيف تنظر إلى فعاليات هكذا حراك عالمي سياسي اجتماعي يضم صناع قرار؟ Yeah, thank you very much. I'm very pleased to be here in Dubai once again. في دبي مرة جديدة، وبالطبع أنا هنا آتي بأصوات كل البرلمانيين إلى هذا الحوار. التقيت للتو بوفد المجلس الوطني الإماراتي، والذين كانوا يتناقشون بمدى أهمية وجود البرلمانات ومشاركتها في هذا الحوار العالمي. يأتون بصوت الشعب إلى الطاولة، إلى التداولات والمفاوضات، ونحن نريد أن نحرص على أن مخرجات هذه النقاشات هنا ستكون مطبقة على المستوى الوطني عبر القوانين التي يسنها البرلمان وعبر الموازنات التي يتم رصدها. ويسرني أن هنا لدينا هذا التنوع من المشاركين الذين يشاركون في القمة: الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والمجتمع العلمي ومجتمع الأعمال والشركات. الجميع يجتمعون لإيجاد الحلول التي يمكنني أن أقول بأنها فعلا تتماشى مع نطاق التحديات التي نواجهها اليوم عالميا. هناك سؤال ملح على مستوى ما There's a very hot question. قلاقل ومشاكل على مستوى العالم. ما هي أبرز المهام التي قد يقوم بها الاتحاد الدولي أو الاتحاد البرلماني الدولي على صعيد تهدئة التوترات العالمية وأيضا تعزيز الاستقرار الدولي؟ Yes, I think that it is important. من المهم بمكان أن الاتحاد البرلماني الدولي يتم إشراكه في العمليات الدولية التي تعمل على حل النزاعات. إن هذا الاتحاد أسس لهذا الغرض في عام 1989، أي قبل 123 سنة. ما نقوم به هو أن نأتي بكل البرلمانيين لنحث على استخدام الحوار كوسيلة لحل النزاعات. نعم، ستشيرون إلى الحرب في غزة اليوم، ومؤخرا يمكننا أن أقول الأسبوع الماضي كنا قد خصصنا لجنة في الاتحاد البرلماني الدولي لمراجعة الوضع في منطقة الشرق الأوسط وأعطاء توصياتها للهيئات الحكومية. لقد التقت هذه اللجنة في جنيف وأيضا عن بعد أونلاين، ونحن نعرف بأن الجميع يناشدون بوقف هذا العدوان ويناشدون بكل اللاعبين في تقديم المساعدة الإنسانية وأيضا إلى إطلاق الرهائن. ونحن نعتقد بأن البرلمانيون إذا ما تمكنوا من أن يؤثروا على حكوماتهم فهذا قد يغير من الأمور، وهذا ما نحاول القيام به. لقد عدت للتو من رحلة أو زيارة إلى القوقاز وأرمينيا وأذربيجان، وكما تعلمون بأنهم كانوا طرفا في هذا النزاع منذ 8 سنوات، وأصبح معروفا هذا النزاع على أنه ما نسميه بالنزاع المجمد. ولكن وفقا للاتحاد البرلماني الدولي كل النزاعات مهمة وعلينا أن نركز على حلها، ولذلك بدعم رؤساء الدولتين قد قررنا أن نعقد اجتماعا رفيع المستوى في جنيف، وذلك لكي نتمكن سويا من أن نجد ما هي الحلول التي يمكن تطبيقها لتخفيف التصعيد في والتوترات فيما بين الدول، وأيضا الحوار على مستوى البرلمان. نعم، البرلمان، لأن النزاعات تترك تأثيرا كبيرا على الإنسان، على الشعوب، على المواطنين، وأولئك الذين يمثلون الشعوب عليهم أن يتواصلوا مع بعضهم البعض كي يسهموا في إيجاد الحلول وفي الدبلوماسية البرلمانية كوسيلة لتكملة الأشكال التقليدية الدبلوماسية التي تؤول إلى حلول سلمية للأزمات والتوترات العالمية. دورنا أن نعمل على جعل البرلمانات يضغطون على حكوماتهم كي تبذل المزيد من الجهود استئصال معاناة هذه الشعوب وبالتالي حل النزاعات عالميا. يعني أريد أن أسألك سؤال عن الذكاء الاصطناعي. طبعا
الذكاء الاصطناعي وكل ما له علاقة بالتكنولوجيا يدخل اليوم في صلب الاتحاد البرلمان الدولي وفي صلب الحكومات والحوكمة، ما الذي يثير مخاوفكم كاتحاد برلماني يعني، وهي منظمة تعنى بالسلام وتعنى بالديمقراطية وحل النزاعات، ما الذي يثير مخاوفكم حقيقة في هذا الإطار؟ الذكاء الاصطناعي يعتبر ظاهرة جديدة نسبيا، وعلى غرار أي ظاهرة جديدة نبدأ بحالة من عدم اليقين والشك والمخاوف، القلق حول تأثير هذه الظاهرة الجديدة. ونحن على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي نعمل مع كل الأعضاء من البرلمانات الذين هم مقتنعين بمدى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي والقدرة، قدرة هذه التقنية على تحسين معيشة حياة العديد، وفي نفس الوقت يمكن أن تسبب الضرر. لذلك نحن نعمل قدر الإمكان على أن ننشر الوعي بشكل أكبر حول حسنات وسيئات الذكاء الاصطناعي على مستوى مجتمع البرلمانات الدولية. ونحن حالياً نعتبر بأن هذا من أولوياتنا في أجندتنا، وسوف نعتمد قرارا خلال هذا العام يناشد كل الحكومات على القيام ببعض الأمور لتنظيم، نعم تنظيم، ليس منع أو حظر، بل تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعني أننا نريد أن ندير هذه الظاهرة ونحاول أن نعمل على ترسيخ الفرص التي تقدمها لنا هذه الظاهرة، وأن نحاول أن نقلص من المخاطر قدر الإمكان. هذا ما نحاول القيام به، ونعتقد أن هذا ضمن إمكانيات البرلمانات، لأنه عندما نتحدث عن التنظيمات نتحدث عن إطار عمل تشريعي، والبرلمانات لديها هذه المسؤولية في الدول لسن القوانين الجديدة. البرلمانات هي المسؤولة عن تخصيص موارد الموازنة، ولذلك هذا من أولويات أجندتنا. وأريد أن أذكر نقطة لو سمحتي، نحن نعمل أيضا على ميثاق أخلاقي للابتكار العلمي والفني والتقني. علينا أن نعالج كل المعضلات العلمية لدينا، بالطبع هذه البصمة الزرقاء للاتحاد البرلماني الدولي. حديث جميل يعني معاليكم، ومن خلال اطلاعكم الوثيق كيف تقيمون الاستجابة العالمية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟ I think that الاستجابة العالمية هي إيجابية، وأظن بأن لدينا وعي على مستوى العالمي حول مدى أهمية الذكاء الاصطناعي، كما وأنه لدينا الوعي بأننا بحاجة إلى أن نحاول أن فعلا نتمكن من العمل مع الذكاء الاصطناعي ولا نفقد السيطرة عليه. خلال القمة العالمية للحكومات، وأهنئ دولة الإمارات بالطبع على تنظيم القمة العالمية للحكومات ذات الأهمية الكبيرة، لقد أدركت ولاحظت أن أولئك الذين قد تكلموا كانوا حريصين جدا على أن نقوم بترسيخ قدرات الذكاء الاصطناعي للمصلحة العامة وللغرض الجيد. أظن أنه من المهم جدا أن الذكاء الاصطناعي لا يتم استخدامه بطريقة سيئة للحق الضرر بحقوق الإنسان وبالديمقراطية. ولذلك أنا أشجع وأتشجع بالطبع، لأن هذه الاستجابة العالمية للذكاء الاصطناعي هي عند هذا المستوى، علينا أن نستمر بفعلا تحسين طريقة عملنا كل طرف وفقا لمسؤولياتهم، لكي نتمكن في نهاية المطاف أن نتعامل مع هذه الظاهرة الجديدة، هذا الابتكار الجديد الذي يمكن تمنيه بطريقة مفيدة للجميع. التفاؤل الذي تحمله معالي مارتن تشونغونغ أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، شكرا جزيلا على وجودك معنا في الاستوديو.